مساء الخير على حضراتكم في كل مكان. لحد امتى مسلسل الاهمال الطبي هيكون في عرض كده مستمر؟ لحد امتى هيكون صحة المواطن اخر حاجة بيفكر فيها المسؤولين؟ لحد امتى الرقابة هتفضل نايمة وما بتقومش بدورها؟ ولحد امتى قانون العقوبات هيفضل يتعاطف مع جرائم الاطباء تحت اسم خطأ طبي؟ ما ينفعش ابدا الجنايه نتعامل معاها على انها جنحه. ما ينفعش مريض يدخل مستشفى عشان يتعالج يطلع يا اما بعاهه يا اما يموت، وتكون العقوبه للدكتور اللي عمل كده او الطبيب من سنه لثلاث سنين. بتهيألي كده الدكتور بيدخل اوضه العمليات وهو في حاله من الاتنين، يا اما داخل باستهتار ومش مركز، يا اما هو اصلا ما عندوش مؤهلات ان هو يكون دكتور، عنده ضعف في الامكانيات. ما هو ما فيش حل تاني، يا مستهتر بحالة المرضى او المريض اللي داخل، يا اما هو مش مؤهل ان هو يكون دكتور. ومحدش ابدا يقول لي ضعف في الامكانيات، ضعف في، يعني ممكن نقول ضعف في الضمير، ضعف في امكانيات الطبيب نفسه اللي داخل يعمل العملية. لامتى بجد هنفضل نقول اهمال طبي، خطأ طبي؟ لامتى؟ لامتى هنقعد نقول كده؟ فين المسؤولين؟ فين المسؤولين من الحالات الكتير قوي اللي بتحصل في المستشفيات دي؟ امتى؟ امتى هنسمع صوتكم؟ امتى هتخلص المهزله اللي احنا فيها دي؟ حاجه فعلا يعني غريبه جدا جدا. خلينا نسمع رأي الناس في الشارع كده بتقول ايه يا جماعة ونرجع مرة تاني.